تمكنت فرقة البحث والتدخل بخنجلة من تفكيك ورشة سرية لصناعة الأسلحة والذخيرة الحية من الصنف الخامس بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى ذات الفرقة، مفادها أن شخصا في العقد السادس من العمر قام بتحويل مرآب مسكنه العائلي الكائن بمدينة خنجلة إلى ورشة سرية لصناعة الذخيرة والأسلحة والأسلحة من الصنف الخامس، بعد التنسيق مع الجهات القضائية واستكمال كافة الإجراءات القانونية بهدف تفتيش المسكن، تم إعداد خطة أمنية محكمة كللت بتوقيف المشتبه فيه